السلام عليكم يا اخوان جميعا، كيف حالكم؟ عساكم بخير. اليوم رجعنا لكم من جديد، واليوم يا اخوان راح نلعب على طاولة الهالوين. طبعا الطاولة فيها موضوع جزء راح تنتبهون انتم عليه، راح نتكلموا ضمن هذا الفيديو اللي هن البطاقات. تمام، فبدنا منكم يا اخوان كطلب اخوي اللايك للفيديو، واللي مو مشترك اتمنى يشترك، وشكرا لكم جميعا. المتابعنا يا اخوان على صفحة التيك توك، اتمنى المتابعة على الرابط اسفل بصندوق الوصف. اليوم في عندنا عصايات ليجندري بإذن الله راح نفتحهن. في عندنا 80 صندوق، لنشوف 80 صندوق كم عصا يفتحن إن بحساب طبعا جديد. أوكي أوكي. نرجع هاي شوي. وهاي ال 14 بعدين نجيب طابة ال 13 بعدين تبقى عندنا طابة ال 15 ندخل هاي الطابة بعدين ندخل البلاك. كم فوز عندنا يا ابو فيصل؟ عندنا 6 فوزات الحمد لله، وهذا السابع. لعيونكم حبايب القلب. على هاي الطاولة اكتبوا لنا بالتعليقات منو لعبان قبل هاي المرة على الطاولة، منو اللي مو لعبان يا اخوان؟ اتمنى تكتبوا لنا اسفل بالتعليقات. تمام حبيب القلب. طيب خليني اشوف اللعب الاخر. اوكي ممتاز، خلينا نطبش احنا. طبعا احنا نلعب اليوم بالعصا المتحركة، العصا الجديدة فعلا ما شاء الله، عصا اسطورية والله يا اخوان، الصراحة عصا اسطورية. تمام اوكي، ايش نختار من الكرات؟ ايش نختار؟ نختار الكرات الصغيرة. ندخل مبدئيا طابة 3 اعتقد. ممتاز. بعدين لازم ندخل طابة الاربع. هاي ان عليها مجال؟ لا. للستة حلو، سبعة للخمسة اعتقد ندخل السبعة. نرجع سبن ممتاز. الخمسة في عندنا مشكلة بهذول الطابات، في مشكلة بعيني. ممتاز وهاي طابة اثنين كمان كمان كمان. ممتاز كمان ممتاز، كله ممتاز يا اخوان، الوضع جيد. اذا طيب خلينا ندخل عادينا البلاك ويكون عندنا الفوز الثامن ان شاء الله تعالى. شايفين هين كم؟ سبعة وهذا الثامن، وهذا الفوز الثامن. لنشوف نوصل عشرة ولا يمعطونا، خلينا نشوف. ما حط لايك اكبس على اللايك، يلا قلباتي يا رب يا رب اللي تيجي هذا اللعب كمان ونمعطه. هلا بنظاراتك، هلا هلا بنظاراتك. شاي حلو يا اخوان، يعني صح صح
صحيح شربان قهوة من الصبح، بس الشاي ضروري يعني. ولا طابق، ايه دخل البلاك، لو ولا طابق اشي مرتب. طيب مو مشكلة، اذا انا نصيب نفوز. عم يفكر ايش بده يختار. الجيم تقريبا نفس الاشي، الكبير والصغير نفس الاشي، نفس الوضع تقريبا، بس الصغير الكبير احلى يعني لحد الان، الكرات الكبيرة احسن. هو كأنه راح يختار الكرات صغيرة. لا هاي ما تزبط، هاي بدي ادخل طابة ال 11. خلينا نشوف، بدي فلت على واحدة من الكرات. هاي ممتاز ممتاز ممتاز، هاي ما تيجي معاه. كمان طابة التسعة، يجيب العشرة او يجيب 12. فك هذول الكرات المسكرات، والله ان شاء الله سكر. بس حتى اذا سكر الجيم سيء على فكرة يعني، يضبط الخمسة سيء، ضبط الاربعة نفس الاشي، سكر علي حركات. خلينا نشوف هاي مبدئيا، هاي فوق ما تجي بي ان الطابة هاي. طيب هذول علينا الوضع من جد. هيدا خليها يا ابو فيصل، خليها للبلاك. يطلع يا عمري. اوكي والله مخيف. طيب لازمنا حركة، بس هاي بدي اجيبها وين تيجي. لازمنا حركة حلوة تكون تفك لنا الكرات. يا فكينا الكرات وفات خصمنا، والله فكينا ولا زبط الوضع. يا حرام عليك يا الخصم، يا حرام عليك يا الخصم، ان شاء الله يا رب ما تزبط مع الامور. طبعا هو اذا يعرف لازم يدخل طابة ال 13 ورجع سبن، وكمان حلوة هسه يقدر يدخل 15 وفك طابة الخمسة عن طابته، معنات معطنا والله، شبه معطنا. ممتاز، سكر 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 سكر. ما بدي اجيبها وسط، بدي اجيبها وسط ال 14 تيجي معاه. لا ما عاد تيجي معاه ال 14. اي بلشنا سنوكر. ها اوكي بس يا عمري انتهت الحكاية. يعني ايش جابك على هالشغل هذا؟ ايش جابك على هذا الشغل؟ هاي اخوان وين خليك؟ خليك نسوي لك جزمز مشوي. لعيونكم حبايب القلب. يلا يا رب الجيم العاشر. يا رب 430 تسع فوزات، شايفين؟ الله يسهل لنا يا اخوان وناخذ الجيم العاشر ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء
اختفتش طابة وحدة ولا طابة. يا حرام يا حرام، كرات صغيرة. أبو الياس معايا؟ أبو الياس يا حرام، طابة كرات صغيرة راح يختار. حلو، كفو عاش. سكر؟ لا، وش يسكر؟ ايش يسكر؟ سكر عليك يا ابو فيصل البين، وين راح الجيم كله؟ ايش يسكر؟ والله احتمال في عنده طابة اثنين والاربعة، احتمال هذا انه شوي يعني ما يجي معه، احتمال طابة الثلاثة شوي. ها والله صابط جاية، والله معلم، والله معلم. هسه يجيب طابة الثلاثة. يا حرام ولا طابة، يا حرام. يا الله، كملي 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 بالله عليك. يا الله، يا حرام يا حرام على الكسرة المنحوسة. يا ويلي، أربعمية واثنين وثلاثين. أوكي، يلا العب العب. يلا العب. ايش الكسرة هاي يا شيخ؟ كأنك انت لعبان بحياتك. الكسرة ابو فيصل توا ولا طاب وهاتت. الله، لازم كسر من فوق يا اخي، هاي الكسرات ما اعرف ايش قصت. على كل الاحوال اهم شيء هي الفكرة، يعني اهم شيء هي الفكرة. حاولنا نصل لفكرة معينة لكن ما زبطت. بس تسع فوزات حلوات، يعني حلوات تسع فوزات. حلو. تعال، ليش ما صارت مع اللعبة اللي قبله يا أخي؟ ليش ما صارت مع اللعبة اللي قبله؟ ليش ما صارت مع اللاعب اللي قبله؟ صارت بس مع هذا اللاعب. صارت بس مع، من وين انت؟ يلا مع السلامة. يا حرام يا بوس، يا حرام. صفر. كان هذا كان الفوز العاشر، قسم بالله. يلا ماكو نصيب، الحمد لله راضين بالقسمة. يلا مع السلامة، يلا مع السلامة. إذن هذا هو يا إخوان خاتم الهلوين، مثل ما أنتم شايفين. أعتقد نسبة كبيرة منكم لعبت على هاي الطاولة، وإذا ما لعبت اليوم تكون قبل هالمرة لعبان على هاي الطاولة، لأنه نزل قبل هاي الطاولة قديما، تمام؟ ورجعت الطاولة مرة أخرى، نزلت من جديد. طبعا العصا عندي قديما، أخذ أنا عليه هذا الطاولة، أخذ عليها تسع خواتم، وهذا هو الخاتم العاشر. هيك صارت عندي العصا لفل ستة، هسا بنطورها بتصير عندي العصا لفل عشر. ستة سبعة، عفوا سبعة سبعة، تصير عندنا العصا لفل سبعة، تمام؟ بالنسبة يا إخوان، هم عم يعطون بطاقات. شفتوا البطاقات بالعادة،
لكن مع الأسف مو ضايفين هذا الإشي هين، لأنه في خلل لحد الآن. ما قلت لكم إنه نسبة كبيرة يجوز تسألني بالتعليقات إيش صار بالحسابات اللي تبندت من هين من الاثنين المقبل إلى الجمعة. إذا في أمل ضمن هذين الأيام رجعاً، خلص رجعاً، ما رجعاً خلص انتهت الحكاية. أما المتجر يلي موجود به هنا البطاقة حتى الآن ما انضاف، احتمال ينضاف المساء، بكرة يسوون تحديث بعد ما خلص هذا الفيديو، بأي لحظة احتمال ما ينضاف. لا تكون عندكم الفكرة. إذا انضاف وأنتوا عن طريق البطاقات تقدروا تمكسونها. إذا عن طريق البطاقات بدها 28 خاتم من ليفل واحد إلى مكس، تمام؟ وإذا بدون بطاقات 55 خاتم. أوكي أوكي، خلينا نشوف هاي العصر. هاي هي إذا العصر، فيها ترقية. وهنا العصا صارت عندنا ليفل 7 مثل ما حكينا لكم. أتمنى هذا الفيديو البسيط عجبكم. ربي يعزكم جميعا يا إخوان. أي سؤال أي استفسار بإمكانك تجيني على البث المباشر كل يوم المساء على صفحة التيك توك. كسبونا الصلاة على النبي بالتعليقات. الله يعزكم ويعز أحبابكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.